السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن موضوع جديد وهو لا يقل أهمية عن المواضيع السابقة، ألا وهو التعليم والتعلم. نحن نعلم بأن هناك العديد من الناس تتكلم عن التعليم بنوع من السلبية وتنشر هذه السلبية، وبالتالي فإن هذا الأسلوب يؤثر على الأطفال المقبلين على الدراسة، لأنهم ينظرون بأن التعليم ليس له أهمية، وبالتالي الإنسان المتعلم له مكانة في مجتمعه، له مكانة بين أفراد أسرته، يرتقي بمجتمعه، يقدم خدمات حسب تخصصه، يصل إلى أعلى المناصب بسهولة بعكس الغير المتعلم، لأننا نرى بأنه وإن حصل على ثراء فإنه يظل متحسرا على عدم تعلمه طيلة حياته، وعند مجالسته للآخرين لا يستطيع التعبير عن أفكاره. ونرى أن أكثر بل أغلبية المتعلمين غير المتعلمين من المراهقين تصبح حياتهم عرضة للإدمان والضياع، لأنهم كانوا ضحية أسر لم تهتم بهم واهتمت بتفاهات الحياة. نرى كذلك بأن اختلاف كبير من الدول المتقدمة التي تدعم التعليم وتهيئ له السبل، بعكس الدول الفقيرة المتخلفة التي ظلت في فقرها لأنها لم تحاول أن تستفيد من طاقة أبنائها وتدعمهم بالتعليم حتى بأبسط الوسائل. المعلومة اليوم متوفرة بشكل كبير وسهل، ورغم ذلك يظل الأكثر من الناس متعلقين بتفاهات، يشاهدوا ما لا ينفعهم ويثرثروا عبر مواقع التواصل دون فائدة، مجردين من كل إحساس بالمسؤولية أمام هؤلاء الأبناء الذين هم بحاجة ماسة لوجودهم ودعمهم خلال فترات حياتهم الأولى. الملاحظ بأن الدول المتقدمة دراستهم الجامعية هي بالمقابل، أجل بالمقابل، من أجل أن تكمل دراستك الجامعية لابد أن تدفع واحد المجموعة من الأموال لكي تكمل هذه الدراسة، ورغم ذلك فهم أقوى منا تعلما وتقدما. فالتعليم يفسح المجال للكل، يخرج من الظلام إلى النور، من ظلام الجهل والتخلف إلى نور العلم والتبصر والتقدم في كل شيء، حتى في كيفية نظرتك للحياة. فالتعلم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. فالإنسان لا يجب أن يتوقف عن العلم مهما تقدم به العمر، لأننا نغذي أرواحنا وفكرنا بكل ما هو جديد. فالعالم يسير بسرعة فائقة، ونحن لابد أن نواكب هذه السرعة بالتعلم ونقبل كل جديد والتعامل معه بفكر منفتح ومتطور. أنتم ترون بأن الدول المتقدمة هي دول تسهر على التعليم وتقدم له كل السبل وكل كل وسائل حتى يتمكن أفرادها من التعلم ومواكبة العصر. فنحن لابد كذلك أن نقدم لأبنائنا الوسائل المتاحة سواء كانت لدينا أو لم تكن لدينا، يجب أن تكون التعلم هو من الأولويات في الحياة. وأما المسائل الرفاهية فهي تأتي بعد، لأن بالتعلم سنستطيع أن نحصل على المكانة الاجتماعية والمكانة العلمية، وبالتالي سنحصل على وظيفة ورواتب عالية. ولهذا لابد للإنسان أن يكون من أولوياته التعلم والعلم، وأن يظل شعارنا هو العلم من المهدي إلى اللحد. فحتى وإن تقدم بنا العمر فهذا لا يعني أننا يجب أن نتوقف عن التعلم، ومادام أن الوسائل المتاحة يمكننا أن نتعلم عن بعد وأن نقدم كذلك لأطفالنا في السنوات الأولى بعض الألعاب والمهارات حتى يطوروا الكفاءات لديهم الجسمية وكذلك الفكرية. فنحن في عالم يسير بسرعة وسرعة فائقة، ولا بد لنا أن نواكب هذه السرعة بكل إمكانيات وبكل ما علينا، وأن لا نضيع هذه الفرصة التي أمامنا، لأنها فرصة سانحة ليست للكل، ولكن لمن استطاع أن يفهم الأمر
أكثر. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم. لا تنسوني من الدعم والاشتراك في القناة حتى نتمكن من الاستمرار. شكرا، جزاكم الله خير.